موضوع الجيل، موضوع النشأ، موضوع أبنائنا هو موضوعنا جميعا، لا يتعلق بوزارة معينة. الموضوع خطير، وهو حقيقة تفجير للنشأ وزرعهم كعبوات ناسفة يدمر أنفسهم ويدمر أوطانهم ويدمر مجتمعهم. والواجب علينا جميعا، علينا في وزارة الأوقاف، نعم علينا واجب كبير، علينا في وزارة التربية والتعليم واجب كبير، علينا في وزارة الشباب والرياضة أيضا واجب كبير، علينا في وزارة الإعلام واجب كبير، علينا كنخب، علينا كأحزاب، علينا كعلماء ودعاة، كمفكرين، ككتاب، كأب، كأم، كمدرسة. المسؤولية مسؤولية جماعية، والحفاظ على النشأ من هذه الجماعة الإرهابية العنصرية السلالية، جماعة القتل والتدمير، الحفاظ على النشأ واجب المجتمع اليمني كله. صحيح أن الواجب الكبير يتعلق بالحكومة وعلى عاتقها يقع الواجب الكبير والمسؤولية الكبيرة، لكن أيضا المسؤولية مسؤولية الجميع، والتعاون لابد يكون من الجميع. التعاون في المدرسة، في المسجد، في الصحيفة، في التلفاز، في الوزارة، في الحزب، في المحافظة، السلطة المحلية، جميعنا بحاجة إلى أن نحمي جيلنا، نحمي النشأ من هذه الجماعة. فإذا كانت المسؤولية جماعية سنستطيع أن نحصن هذا الجيل، ونستطيع أن نحمي عقول الأبناء من هذا الفكر المدمر العنصري. طيب، وإذا تركنا تقوم به جماعة معينة أو حزب معين أو وزارة معينة، فإن الجهد سيكون ناقص.